فلطر يا شي سالف تنفوس. أمه ليه ساكتة؟ جاوبيني. وشي سالف تربيط؟ ليه ساكتة يا أمه؟ جاوبيني. وشي سالف تربيط؟ أنت شفت الربيط يا أمه؟ إيه شفته. سلم عليك ويقول لك إنه تاب على يد الله ثم يدك. ميرقولة يا أم علميني بالسالفة. زين يا أم. ومي تعاود الحين يا عمي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. قهوة عمك سطام. جيت والله جابك. دريت إن ماجد عاود؟ إيه دريت. ولهالسبب نفيت لك. وبالك أمه تعلمه باللي صار. النية مثل موعدتنا العجوز إنها ما تعلم. قول لو علمته وش بده يساوي يعني؟ مواجهة ماجد مرة ينفوز ويبشر بالأمر منها. إحنا ودنا نسوي مبارزة. إحنا ودنا ندفن الشر. حد وأنا ولدك أكون ماجد ما حشمت بيتي. لا تنسى لهم خوالك يا ماجد. اليد اللي مدت عليك أكون ماجد ما قطعتها ورميتها للكلاب. لا يمه لا دخلك. إحنا ما ودنا قتل. ما ودنا طلايب وبلايش. وش ببالك يعني؟ أروح له وأحب على راسه وأطلب منه يسامحني؟ لا بالله، أنا اللي أدفع الشر عن عروبي لو هي على روحي. ما هي مستأهلة. وإن كان ما هو عاجبه يرحل وياخذ أمه معه. يجوز أنه يرحل، لكن ما هقيت أنه يسويها قبل ما ياخذ حقه منك. إن كان عندك حل ها تسمعني إياه. لزوم أشوف ماجد. ما ظلبها قول يا خال. أنا علمت بكل شيء بالأول من الربيط وبالتالي من أمي. اهدأ اهدأ يا ماجد وتعوذ من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين مفوز قعد للحق والتزم باللي ينفرض عليه. إن قاعد للحق تصير سالفة ثانية. مفوز مخطي
وحنا فرضنا عليه فكت الربيط وعطناه ذلول ورضيناه بعد. هذا نص الحق يا خال. والنص الثاني انهم فوز مخورك، وحنا كلنا مخورك وانا خاطر عندك، ووحد الله يا ماجد. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مسامحة بحقي، بس من فوز غير ولد عمي. ما صار شيء، الحين مفوز الفهان ويقعد ببيتك، وطيب خاطرك بعد، واللي تطلبه ابشر بيه. لا ارجاك يا سطام، عيني ما تشوف مفوز طالما خشمي شم الهوى. والحل يا الربع؟ الحل الزوم ماجد يرحل اليوم قبل باكر. يا ماجد ارجاك، انا خايفه على ولدي وخايفه منه بعد، فاهم يا سطام؟ فاهم يا ماجد فاهم. وانت يا ماجد وش رايك؟ شوف يا خال سطام، اللي سويته بغيابي مشكور عليه، وانا من عندي مسامح مفوز على ضربته لدخيلي، لكن ضربته لامي ما سامحه عليها ابد. مثل ما قالت امي، رحيلي ولا ضيمي. لا لا يا ماجد، حنا العيناك، حنا ما نريدك ترحل. عشت يا خال سطام، لكن أريدك تعذرني، ترى قلبي يصلاه لهيب السعاير. أنت بس يا ماجد جوز عن الرحيل، وإن شاء الله أنه غتصاف القلوب، بس امهلني شوية وللمصار اللي ودك إياه بعدين سوي اللي براسك. ارخص لي عجير. طلع يمه، مفوز مهو قليل وما حنا قده، ليه تهدد وتوحد يا ولادي؟ أخاف الحين الهرج يصله ويكب شره عليك. يمه اللي لاقيني بشره لاقيه بشرور، تسمعي؟ أسمع يمه أسمع. الله يهداك يمه. الله يمسيك بالخير. هلا هلا مس النور. ها وش علومك؟ هذا أنا لفيت لك حتى نتفاهم معك. تفاهم معي؟ وليه ما تروح تفاهم مع ماجد؟ ماجد يا ولد عمي راعي حق، وراعي الحق نطاح. بعدين هذا قصيرك ولزوم انك ترضيه. وش وده منك اكثر من اللي سويته؟ وده منك حق هوات امه. ايه يا ابن الحلال، انا بيضت له وطلقت راعيه. حق الربيط شيء وحق هوات امه شيء ثاني. اسمع انا اقول انه يحل عنه ويرحل، يكافينا شره. هذا هو رايه بعد، لكن عاد انا ترجيته انه يتولى شويه لما تفاهم انا وياك ونتشاور حتى تتفقوا على القاضي اللي نقعد معاه. انا اقعد له الحق؟ اي له. انت نسيت منهم اهله؟ لا بالله ما نسيت، لكن غير اذبحه. هاي واريحكم منه. هجا البروده، اطلق هجا البروده. البروده وانت هجا البروده. هاي وش قصتك انت يا فوز؟ انت تقف مع ودون ضدي. هو انت ودك تبلي له مصيبه ثانيه يا رجل؟ الا ما ود ابليك. وحد الله وحد الله. وقعد. لا اله الا الله. اقعد يا فوز. ايه وش هالبلاء؟ اما انت سالفه صحيح. عمي ماجد، عمي ماجد فوت يا جوعي. اسلم بروحك يا عمي، ترى عمي مفوز ناوي على الشر، ولولا عمي سطام كان لفه وطخك. وانت خفت علي ولا فيدي تعلمني؟ عمي مفوز مزاج وصدره ضيق ويده تسبق كلمته. مكثور الخير، مكثور الخير يا جوي. ارخص لي يا عمي. مع السلامة. ماجد مساكم الله بالخير. مساكم منوار النبي. تفضل. لله ماني فايت. أقول يا ماجد، ولهانة بنت عمي. وله أنت يا ولد عمي. أنا مفوز سود وجهي قدامك أنت وأمك، وأنا طوع عمركم. أنا مستعد أنك تسمي أي قاضي ودك إياه، وأنا وياك علي. بارك الله بك يا خال. ترضون فاضل القاضي؟ أيه نرضى. ليه؟ المهم أنك تاخذ حقك.
طلب القاضي يقول اليد اللي مدت على أمي طنقطة طنقطة يا خال. مير غير أنا اللزوم راح تفضل. يالله يا المعتلي يا والي المقادير، تنجي وليف الروح وتنوله مرادة. يالله يا خالق نجوم زواهير، تجعل طريقه خير وبر وسعادة. يالله تعينه بالليالي المعاسير، وترعاه عينك بقومته وبرقاده. يالله تجمعنا بماجد على خير، وتجلي عتيم ليلنا مع سوادة. يالله تجمعنا بماجد على خير، وتجلي عتيم ليلنا مع سوادة. عم مفوز عم مفوز علامك يا ولد. ماجد يا عمي هاد بيته وراحل. ها وش قلت؟ يلا هالدرب اللي تصد ما ترد. اشوفك فرحت يا عمي. وليه ما فرح؟ صب قهوة صب. ملعون انه خذ الشر معه ورحل. هذا قصيرنا خذاها من قصيرها وكف شره عنا ورحل. يا خوفي من عواقبها يا مفوز. ايه وظل بها عواقب. الرجل ما خذ حقه، وماجد ما هو من الرجال اللي ناموا هما مظيومين. يجوزك من هالسوالف. والحين وش رايك تاكل معي؟ ترى انا للحين ما كليت. مكثور الخير انا كليت من قبلك، لكن اللي خاطر ازهم يما الحلال واشوفه. ها وهي على رايك، ترى اي واحد منا ما يعرف وش صار ليل تمس. ها وش قصدك يعني؟ اقول والنفس اماره بسوها، اقول يجوز ان قصير له ساق معه كم راس من الحلال. هو من حلالي ولا من حلالك؟ يجوزها. لا 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 الينك غلطان يا مفوز. الرجل لو انه دوار طمعات كان ما جاء ولا شفناه. ان الينه شهم وعفيف، ونشهد انه العيبه ما تطلع منه. علامك يا سطام، انت دوم تقف بجال ماجد، وش هو السبب؟ يجوز اني يا مفوز شايف شيء انت ما انت شايفه. بخاطرك. مع السلامة وجيرت الله. يا حي الله بماجد، يا حي الله بماجد. تحيا ودوم. تسلم يا اخوي مزلوه. لا تواخذني يا اخوي يا ماجد، لو كنت تدري ان كل هذا ودي يصير بسبايبي ما دخلت بيتكم. اليني خجلان منك. وحد الله يا رجل وحد الله، انت معذور. والحق علي انا اللي ما قدرت اخذ لك حقك مثل مريتو. امك الله يطول بعمرها ما قصرت، وجميلها على عين وراسي طول ما انا عايش. لا يا اخوي، جميلي ومعروفي رد لي هو الطاقم ضاحف من حين ما تبت وارتجعت الرب العباد. الحمد لله ونعم الله. عفاك يا نشمي عفاك. الصحيح يا عمي ما لقينا له اثر. ركان وين راح؟ ركان زام يم بيت عمي عطاف وده يخبره. وديرت خوال ماجد انت ما وصلتوها؟ ديرت خواله؟ لا بالله ما طارت عبالنا بنوب. الله يسمحكم، شلون غابت عنكم هذه؟ سبقني على بيت عطاف وانا الحين الحقك ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة.
ماجد. علامك يما، وش اللي صار؟ حصاني يما، حصاني ما هو بمربطه. وش تقول؟ حصانك مباك؟ ما بي غير هيك. لا، هذا شيء ما ينسكت عليه. واللي محيرنا انه معذبنا ما هو هان. قصدك انه ضحك علينا؟ لا يما لا، انا ما اريد اظلم الرجل. لعاد وينه؟ وين الحصان يما؟ ما ادري ما ادري يما، وش اسوي بعد؟ توكل على الله يما، توكل على الله وانتظر لمنه يطلع النهار. ول على حظنا هالأكبر، حنا ما قصرنا معه، شلون يسوي بينا هيك؟ انا ما صدق انه يبوق حصان بنوب، ما صدق. اللي يمشي على رجليه يما ما ينحلف عليه. لا لا، ما هقيت انه يبوقه. الرجل شام وحنا ببيته. لله، ما صدق اللي يصير، ما صدق. لأنك ساتك يما. نام يما، نام الحين والصبح ربع. نام يمتي. شلون يجيني نوم يما، شلون يجيني نوم يما؟ وشو بدك تساوي بهالليل؟ نام يما، نام، توكل على الله. الله، من قلت البخت الله. اهدى يا مفوز وعلمني وش اللي صار. اعلمك، انت نايم ومرتاح ببيتك. ايه؟ وانا تنباقي فرس وباروتي. فرسك وباروتك؟ ايه يا حيف يا مفوز، الين هذا العلم اللي وطى الراس؟ هل بروك بيك يا ولد عمي، انت بس هات لي ماجد مكتوف وانا ارفع راسي. ماجد وش يدخله بالسالفة؟ ومن غيره ينصاني ويسرقني. ها، وانت تعرف وش اللي صار بيني وبينه. ماجد ما هو من الرجال اللي غدرون يا مفوز، وإن كان له عندك حق يناطحك بوجهك وما يهاب المنية. هي هذه عوايدك، كل ما قلك عن شيء تقول لا. أنت ما عليك، الحين نطلع ندور أثر الفرس ونشوف وين توجهت. لله يا النشمي، بدل ما تدور إبرة بينكم تقش، هات لي ماجد، هات لي ماجد مكتوف، وأنا غير أذله وخله سالفة بين كل العربان. يا مفوز، الحقيقة أني ماني مصدق الكلام اللي تقوله عن ماجد، وارجاك إنك توكد من قولك قبل لا تظلم الناس. لا لا لا، تخلى عني يا ولد عمي. يا ولد عمي، الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. ومنين أجيب لك الدليل غير إنه ماجد يكرهني وإنت تعرف هالشي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما قلت لك، هالحين أطلع أنا وبعض الرجال وندور الفرس وثرها ونشوف وين راحت. توكل على الله، ابشر. أنا العناك يا مفوز. أعرف أنك تعز ماجد، لكن أوعدك غير أذله عينك تشوف. أنا قصدي أردلكم الجميل
وعلمه وحط عنده وحده. تقوم تنصاه وتسرق فلوسه وباروته؟ دويته مثل دواه يا ابن الحلال. انت لو شاورتني كان شرت عليك، لكن الحين انت سوت وجهنا وكاد انه يتهمني بيهن. ودي اياه يفهم ان المراجل بالفعل مهي بالقول. اسمع يا لاقي الخير، هذا الشيء انا مسكت عليه، لزوم الفرس والباروده يرجع المطرح مكانه. لكن يا اخوي هذه صعبه، ودك تبلاني بمصيبه وتوقعني بين يدين مفوز؟ علم الله اني يقتلني. تسلم الفرس والبارودة لسطام وتعلمه باللي صار وما تخاف. استغفر الله العظيم، يا رب تعفي عني، يا رب تعفي عني وتقبل توبتي. يلا اخوي يا مزلوه، لا توخر. يلا بالحال. عفي عليك يمه، عفي عليك. ألينك نشمي ولد ابوك؟ درباتك الغالية. يا ويلي، وش اللي قاعد يصير معي؟ وحد الله يا رهف، عمي خليفان يزعل لو يدري اني خبرتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لو ادري اني تزعلي هيك ما كنت خبرتك. وبشي تخبى، بعدين انا قلبي كان حاسن ماجد بضيق. يا بنت الناس، الله اعلم بالغيب. صدقتي مرعد بشي اسمه احساس. تدري هذيك الليلة أنا شفت ماجد بمنامي، شفته متضايق، كنت حيرة شلون أساعده. ما وعيت على حالي غير وأنا نادي عليه بعالي صوتي مثل المجنونة. الله يصبرك ويكون بعونك. أنا بدي أفهم شيء واحد، شلون جماعتنا ساكتين على اللي صار؟ عم خليفان يقول إن أبوك له راي ثاني، ويقول بعد إن كان ماجد أحس إن الزمان جار عليه لزوم يعاود لديرته ولهله. لله الله يهدي ماجد وما يعوده بهالحالة. الله من قلت البخت. فلوسي وباروتي تنباق وانا قاعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها خبر وش صار؟ طلعت مثل الفرس انا ودواس ومفلح. وبعدين؟ ارسلتهم يدوروا بين العربان وميعادنا باشر ان شاء الله. وين ما لقوها وما لقوا أثر إلها. الصبر زين يا مفوز، الحين هاي يصير خير. إلا أنا أقول نرسل أربع رجال ببواريدهم يرابطون بطراف الديرة الليلة. اسمع يا مفوز، اللي نصاك ضرب هواته وقفة وما هقوتي إنه عاود مرة ثانية. ونعاود وليه يعاود؟ منت كن جاعد قدامه، لو ودوه ياك بشركة ما قصر عنك. بخاطرك اقعد اقعد، انا تعبان ودي اروح اتريح. سطام يا سطام. من انت؟ انا مزلوه. وطي صوتك. مزلوه؟ وش اللي مجيبك بس؟ أنا اللي بوقت فرس مفوز وباروته، هرع الفرس بالمربط وهذه باروته. أنت اللي بقتهن؟ ولعاد لوش مرجعه؟ أنا رجعتهن، والفضل كله الماجد، هو اللي قال لي رجعهن. ماجد؟ ماجد وش دخل؟ الحين أعلمك. يا ونتي ونت من وقع بالنار، صابر على بلواه ويكتم وجاعه، ما قدر الله على العبد صار، وانا الحكم الرب ماشي طواعه. الله يحمينه من تصاريف الاقدار، ويالله تعطينا الصبر والقناعه.
ترى يا ام ماجد انا على توبتي مثل ما وعدت الله ثم وعدتك. الحمد لله. وان كان ودك نصيحتي يا اخويا ماجد تزهم يم عربي بن مدلات، ترى ما يحموك يرضوك، وترى هم قريبين من هنا. زين يا اخوي، علي نصيحتك على راسي وعين. يلا رخص لي بخاطرك. ثمان الله. بارك الله بك. طريق السلام ان شاء الله. الله يسلمك. يلا. الله معاكم. ثمان الله. السلام عليك. عليك السلام. عشت يا خيا. أمي عطشانة وريد أسقيها. قويش يا بنت الأجواد. قويتي يا خالتي، تفضلي. الله يسقيك أم. هنية وعافية. الله يهنيك. وانت يا وجه الخير، ما ودك تشرب؟ إيه بالله يا خيه. عشتي. عيش. مكثورة الخير يا خيه، بارك الله بيك. وبيك. أقول يا وجه الخير، دوركم لبيوت خلف هذاك المرقاب، ويا هلا بيكم. المهلي ما يولي. من أيات عرب أنت؟ أنا من عرب عمرو بن مدلات، كأنك سمعت به. إيه بالله سمعت. نعم الصيت وطيب الذكر. لعاد كد يمه، ويا مرحبا بيكم. بارك الله بيك وخاطرك. عم الشيخ، عم الشيخ يا خير. جونا ضيوف. يا حي الله بالضيوف، بس على جابة الضيوف. من اللي جانا؟ جانا رجل مع جمل وحريم. لقيهم يا ولدي، لقيهم. السلام عليك. عليك السلام. يلا حيو، يا هلا بالضيف، بس على جابة الضيف. تحيا والدوم يا شيخ. فت على الشق. يا هلا، زرتنا البركة. الله يبارك فيك. شلونكم؟ الحمد لله. أشوف التعب بوجهك يا ضيف الرحمن، هقوتي مشوارك طويل. يا بالله إنك تقول الصحيح. أرعاد حين وصلتكم ارتحت. يا حياك الله. الله يحييني بقى. هالعوافي
الله يعافيك. يا حي الله بضيفتنا. يا حي نبات يا بنيتي. أقول وانت البنية اللي سقطنا المه على البير؟ اي بالله انا فهيد اخت عمر صاحب هذا البيت. بارك الله بيك، يسلم البيت واصحابه. هو انت نتعرفن بعض؟ اي بالله، فهيدة هي اللي دلتنا على البيوت، الله ينور طريقها. يا حي الله بيكم، من اليوم اديتم اليا لفيتم. اتحيي ويحيي خلانك. يا ترى وانتي مس الحين يا ماجد؟ بمرح ولا راكب؟ آخ يا حسافة، متى بدك تضل بظهر إحسانك يا ولد عمي؟ بلاد تشيلك وبلاد تحطك، لين مسكنك بالقلب ومراحك بريف العين. لو إنك تعاود وتطمن قلبي بارك الله بك يا بن مدلات، وأنا ماجد الحثربي. والله والنعم والسبع تنعام، أبشر بالعز، الديرة ديرتك والعرب عربك، وحنا هلك وعزوتك، واللي يصيبك يصيبنا. علينك ما تقصر يا أخو فهيدة. يا ابن الحثربي، الليلة تمرحون ببيتي، وباكر من الصبح النشامة يبنون بيتك بطرف بيتي، ويا هلا بك وقصرتك. ألين ظني ما خاب وعشمي بكت شبير. تفضل على العشاء يا ماجد، تفضلوا يا جماعة الخير. اقرب يا ماجد. أرجاك تعفيني من الزات، تراني ممغوص والدسم يزيد وجع بطني. بعيد الشر عنك، بس هذا ما يصير. انتم كلوا تهنوا وما عليكم مني. لله ما يجوز، هالعشاء عشاك ولزوم تاكل منه. اللي بك مبخول يا بمدلات، وريدك تعذرني. بس يا ماجد، هذه ما هي عوايد الناس. أريد أسألك، أنت مسوي العشاء البطني ولا القدري؟ لا بالله القدرك. زين، لعاد خلي رجالي تعشوا من عشاي وعدني متعشي. زين، سموا بالرحمن الربع وخلي ضيفنا على راحته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا خالة. يسلم يمينك. تفضل. سلام ايديك. سمعتي هرج ماجد وعمر بالشق؟ اي بالله سمعت. وهقوتك ليه وليدش تعذر عن العشاء؟ العالم الله يا بنيتي. انا حسيت من كلامه ان خاطره متخبث، عسى ما به شر. العالم الله. العدوش بلا، وليه ما كلم من زاد بن مدلات؟ اخوش يا بنيتي ابن جويد الله، وصيته هالكل يتنوم بيه، وزاده دوم يتقدم للضيوف والمسايير. العاد ليه كف عن الزاد؟ ليكون ما ودي مالحنا يعني. هداش الله يا بنيتي، الزعلان لا يقعد على فراش ولا يشرب القهوة ولا يشرب الماء. وماجد مو زعلان يا بنيتي، وما هاجيه تشهد له وين ما راح. إن ما خاب ظني إن ولدك مهموم. الله يبعد الهم عن نجوم. بيت جاهز يا ماجد، تريدين شيء؟ ودي سلامتك يا ولدي، مكثور الخير. الله يسلمك. مع السلامة.
خلي عنك وقعد ارتاحي يا امه، وانا اشتغل كل شيء. بارك الله بيك يا وليدي، انا مريدك غير سالم. اودي ياش تتعب روحك. يكفي الرحيل اللي انكتب علينا. يا وليدي خلي شغل البيت علي وفكر انت بروحك، فكر وش ودك تساوي، ودك هلك وربعك ولا ودك تلبس ثوب جديد؟ يكفي يما، ثوبي ما يتبدل وانا ماجد، وربعي عقالي على تنو مسبوح فوق راسي. الهم ياكل بحشاي ويقطع قلبي، ما هو بيدي يما، ما هو بيدي. يا اهل البيت يا ماجد، من هذه اللي لفتنا؟ هاقو تنها فهيدة، هلا يا فهيدة، فوتي جاي يمه. شلون اصبحت اليوم يا خالة؟ الحمد لله بخير، شلونك انت؟ الحمد لله، هاني اللي فات اعاونكم. بارك الله بيك، الينك بنتصل. مشكورة يا بنت الاجواد. هذا واجب يا خالة، والواجب ما ينشكر عليه. زين لا تواخذني، اريد اطلع على حصاني. خلي عنك يوم، خلي عنك. لا يا خالة، هنت قعدي وانا ضب الوهد عنك. لعاد نشتغل سوا. اي بالله. عليكم السلام ورحمة الله. لا يروح انك نسيت الغدا تسوي بي مثل هذه النوبة. لا بالله ما نسيت. وكاد الغدا جاهز الحين. كد معي، كد معي يم البيت، كد. زين. يلا بالمسايير، تفضلوا على الميسور. ميسور الغانم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذون. جيت طلت كملوا زادكم، ما عليكم مني. علامك يا ولدي يا ماجد، وش فيه؟ الزاد طيب ومن نفس طيبة، لكن عاد أنا مالي نفس بالزاد. زوادت الشبعان 40 لقمة وانت ما كليت غير لقمة واحدة. البيت بيتي يا أخو فهيدة، لكن وش أساوي، النفس عايفة الزاد. كلوا يا جماعة لا تواخذوني، كلوا. ألامك يا ماجد، انت تشكي من شي يا ولدي؟ حالتك ما هي معجبتني بنوب. أرجاك يا أخو فهيدة ما تواخذني، انت خيرك على الجميع. وش اللي مخبث خاطرك؟ علمني يجوز أقدر أساعدك. صحتي صحتي ما هي بعافية. كلوا يا جماعة، يلا يلا قم لضيوفك، قم. توكلوا على الله يا جماعة وخلوا ضيفنا على راحته. سموا بالرحمن. هو علامه ماجد كف عن الزاد نوبتين ثانية، أمه ما علمتت بشي؟ لله، أنا هقبت إن الرجل مخبي بقلبه سر، السر معذبة. إيه بالله، هذا اللي فهمته من هرجه مع حوتش. وش كان الهرج؟ يا
تسلم. شكرا. تسلم ايدك. القهوة دايمة. فيها العافية. عشت يا ولدي. ارخص لي يا المعزب. علينك كفيت ووفيت ومكثور الخير. يا حياك الله. والله يقدرنا على فعل الخير. ما قصرت. علينك عز من نخاك. يلا. السلام عليكم. مع السلامة. الله. تريح يا جماعة الخير. تريح. أقول يا وجوه الخير، ضيفنا هقوتي وراه سالفة وما هقيت النهينة لزوم نعرفها.